مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكايات عن الحصان العربي المصري. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة ومختلفة عن كل الحلقات السابقة. حلقتنا النهاردة مع مربي من المربين الذي يعد نموذج هام جدا في عالم الخيول. المربي اللي احنا بنتكلم عنه اتخذ من العلم والمعرفة سلاحا له، فكانت تجربته كلها مكللة بالنجاح. ضيفنا النهاردة وضيفكم مشاهدينا الأعزاء المهندس عمر صقر. عمر صقر واحد من أهم مربي الخيول في مصر والعالم. رغم حبه الشديد للخيل منذ نعومة أظافره، إلا أن الصدفة قد أدخلته هذا المجال. ومن هذا المنطلق بدأ عمر صقر رحلته مع الخيول المصرية الأصيلة التي وهبها عمره فمنحته الحياة. وقد اختار عمر صقر أن يسلك طريق العلم والمعرفة مستفيداً بمختلف الثقافات، وسار ضد الطيار دون الخوف من العواقب، ولم يلتفت إلى الوراء مواجهاً كل العقبات. واستمرت رحلته تسير بنجاح ساحق، حيث تقلد العديد من المناصب الهامة، أبرزها أنه كان رئيس مجلس إدارة جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة، كما قام بإصدار مرجع عن سلالات الحصان العربي المصري، وأصبحت مزارعه من أهم مزارع تربية الخيول العربية المصرية على مستوى العالم. التفت إلى عمر صقر جميع الأنظار وأخذت تنظر إليه نظرة الإعجاب والانبهار، جعلت من عمر صقر خير قدوة يجب أن يحتفي بها كل من أراد دخول عالم الخيول. بنرحب بحضرتك. كنا عاوزين نعرف من سيادتك رحلة حضرتك في عالم الخيل. الخيل رحلتي الصدفة اللي حطتني على مشوار تربية الحصان العربي المصري، إنما أنا يعني ولعي وحبي للحيوانات عامة والخيول بترجع من زمان من وأنا صغير يعني، إنما صدفة عجيبة كده هي اللي زجتني كده في طريق الحصان المصري وغيرت مجرى حياتي كلها. كانت الصدفة دي تقريبا سنة كام؟ 89 بالظبط. ممكن حضرتك تشرح لنا الصدفة دي أو تحكيها لنا؟ ممكن. صديق ليا كان مقتنع ان مراته عايزة تركب خيل تاني، احنا كنا كبرنا بقى في السن، فقعدنا ندور على مربي كان معانا ايام مدرسة وعايزين نروح ونزوره بتاع، كان احمد حمزة، فخدنا بعضنا ورحنا عشان نشتري له هدية عيد ميلادها. بس قعدنا احمد فرجنا بقى كل حاجة حاجة حصلت ايه هي معرفش، بس يعني اخرة القعدة دي ان انا طلعت بحصان مع صديقي، وانطلق المشوار من هناك بقى. يعني انا كنت بركب خيل ويعني ما زلت في الخيل، انما عمري ما كنت داخل قوي في موضوع الخيل العربي. ده انا حضرتك نهاية القعدة اشتريت فرسة اسمها ست الوادي بنت هانم وشدوان للي عارف يعني. وبس كانت ست الوادي هي سبب دخول حضرتك لعالم الخيل. 1000% هي سبب دخولي لعالم الخيل. ده بداية المشوار. إنما بعد كده عي الحصان اللي كان جابه صديقي دخلني في مشوار ان انا معرفه الطب البيطري، يعني قصه يعني غريبه يعني كل مرحله كان ليها سبب. وابتديت بقى انطلق في محاوله البحث عن التاريخ، واللي حطيني على مشوار بقى البحث عن تاريخ هي مدام جلسن شريف. احنا اصدقاء. مدام جلسن شريف للي مش عارفها هي يعني حفيده علي باشا شريف، فبالصدفه يعني فبكلم معاها فبعتت لي كتب اقراها، فبس زي ما تقول كده جالي الفيروس يعني، فقعدت بقى اذاكر واقرا. حضرتك سبب القرايه والمذاكره الفرسه اللي حضرتك اشتريتها، لكن جميله جدا وانت حضرتك حبيت تطور من الخيل، لكن فيها حاجه سيادتك لا لا شايفها لا في الصدفه عاوز تعدلها؟ لا خالص، لا لا، سبب قرايتي ان انا لما اخش في حاجه احب افهمها
يعني مش جمالها. احنا لسه ده انا بكلمك في بداية المشوار قبل بقى القصة اللي انت بتتطرق ليها دي اللي هي موضوع طب اعمل ايه عشان اطور واعمل بتاع. ف اما الموضوع اللي انت بتتكلم عليه بقى يعني ايه اللي خلاني اطور ومطورش ولي 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 ما انا وصلت من الموضوع ده لمحطة الزهراء وكنت بقعد هناك عايش هناك زي كل واحد ابتدى بيبتدي في محطة الزهراء. والتاريخ بقى يعني عارف شاور لي كده ان في خيل كتير قوي طلعت في من اواخر الخمسينات والستينات والسبعينات بتاع 300 او 400 راس من الخيول المميزه يعني طلعت تصدير يعني للغرب وبلاد العالم كلها بس معظم الخيل طلعت لامريكا. فقررت ان انا اروح اشوف ايه يعني ايه القصه هناك وكلمت مع الناس هنا وفهمت ايه هو الحصان المصري وفهمت دخلت بقى في ابتدت العين اصلها احنا بنسمي العين اللي هو انك انت تقدر تشوف الحصان الجميل اللي تقدر تربيه او العين اللي في دماغك يعني ايه تخيلك الحصان المثالي كانت ابتدت كل يوم بتتغير. وده دايما اي واحد يبتدي بيلاقي نفسه لغايه ما يبقى عنده ثقه ان اهو ده اللي انا عايزه انت هنا بقى هو ده اللي انا عايزه. رحت على امريكا ودي كانت بدايه المرحله الثانيه من المرحله الاولى كانت فرصه 89 اللي حضرتك اشتريتها من لا لا ما انا كان عندي خيل اشتريتهم بعد كده ما 89 فرصه في 2 في 3 في 4 في 5 كان عندي خمسه خيل بعد كده المرحله الثانيه ما هي مش مرحله ما كنتش متخيل انها تبقى مرحله بس انا طلعت وادور على فين الخيل اللي احنا صدرناها دي. واللي يعني اللي خلاني اعمل كده محطة الزهراء عملته في 1917 ما هو نفس القصه برضه يعني محطة الزهراء لما ابتدت مش فاكر 1908 او حاجه 1908 بدات وفي 1918 اشتروا 20 حصان من الخارج 22 هم لما لقوا برنامج التربيه بتاعهم بيتعصر وده موجود في كتاب عشوب قرروا يدوروا على المنبع اللي هو كان خيول علي باشا شريف وعباس باشا وغيرهم الباشوات اللي كانوا أنين للخيل دي. فالمشوار خدهم لإنجلترا عند ليدي وينتوث اللي هي بنت ليدي أن بلانت اللي هي كانت عايشة هنا في مصر وخدت خيل كتير. المهم جابوا 22 حصان استعملوا منهم شوية وحصل تطوير. هم بداية البرنامج في محطة الزهراء كان في زي يعني خيل انجليزيه استخدموه سنه 1892 لا انا بتكلم 1908 مهم كان يعني فشل البرنامج بتاعهم فقال لك ايه خلينا نرجع للاصول المصريه. فراحوا جابوا الخيل دي ودخل الخيل دي بينهم سوتام وغيره وغيره ولو ما كانوش دخلوا ما كانش بقى في نظير وما كانش يعني ما كانش كان التاريخ اتغير مجرى. فقلت اروح ابص ونشوف يعني زي ما طلعوا ايامنا طلعوا ايامهم وفعلا وقد كان وجبت اول ثلاث فرصات في سنه يمكن 92 هكذا 92 ودي بقى كانت المرحله ايه اول ثلاث فرصات حضرتك اشتريتهم نواشه وايكي نواشه والاداره ومرح فيعني طبعا نواشه ما وفقتش فيها جابت لي بنوته انما الاداره يعني انا متهيألي المزرعه بتاعتي مقترنه لغايه النهارده بعد كل السنين دي بقى الاداره يعني مش بيها بانتاجها يعني ومرح اللي هي ام مهجه وام جلال يعني الناس اللي عارفه. فكانت اول تجربه وكانت بدايه مرحله مسليه ومليانه نقاشات ومشاكل وعقبات وهو دي يعني هي دي المرحله الثانيه يعني ومن ساعتها لهنا ما اتغيرتش بقى في حاجه. شفت فيديو لحضرتك بمرح ومجموعه من المربين كنت حضرتك مشترك بيها في مسابقه في محطه الزهراء وفزت بيها في التسعينات. اول مسابقه نزلتها كانت في محطة الزهراء كانت بست الوادي وبنت نوران برضو الاثنين من إنتاج أحمد حمزة. دي كانت مسابقة محلية. المسابقة اللي انت بتكلم عليها اللي دخل فيها مرح والإدارة وكل دول كان في اجتماع الواهو في مصر
وعمل مسابقة في نفس متزامن مع الاجتماع وأوفقت. يعني ما راح كسبت الإدارة، طلعت تانية الفرصة بتاعت شيخ خالد، أنا فاكر الحفلة كويس قوي. وبس يعني، وبعدين جابت حفلات بعد كده بقى. حضرتك في رحلة البحث عن أصائل الخيل سافرت وجبت أول ثلاث فرسات، لما جبت أول ثلاث فرسات سافرت بعدها بقد إيه علشان تجيب تاني؟ استنيت الأول تشوف إنتاجهم تربيتهم؟ لا أنا كنت حريص إن أنت تقتني مجموعة أكبر. لا هي ما كانش في خطة محكمة يعني، إنما أنا لما جبت الفرسات دي ما كانش عندي طلائق، فكنت بستعمل طلائق الهيئة الزراعية سواء حفيد عنتر أو عدل على نواشة أو 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 إنما لقيت إن أنا محتاج إن أنا أدور، دايما بدور هنا الأول في مصر وبعدين قلت أرجع تاني. بحكم عملي في الوقت ده أنا كنت على طول مسافر، فبتبقى صدفة أنا رايح رحلة عمل فأروح أزور مزارع وكده، فابتديت أتفاعل مع المربيين برا وأشوف برامجهم وأشوف وصلوا لإيه، لأن أنت بتتعلم كل يوم يعني، لازم تروح تتفرج، ما ينفعش انك انت تسمع واحد او اتنين وتقرر ان خلاص هو ده هو دي المعرفه ووقفنا عند سقف المعرفه. كل يوم بنتعلم لغايه النهارده بتعلم، واللي يفتكر انه وصل لسقف التعليم للاسف هو بيدور نفسه يعني. فسافرت ودورت وبعد كده جبت بقى الخيل اللي هي مدوري وشاهين وكل الطقم ده بقى اللي هم ساعدوني من ناحيه الانتاج يعني. بحكم عملك حضرتك قلتها، ممكن نتعرف أقرب على حضرتك أنا والسادة المشاهدين، من هو المهندس عمر صقر؟ لا ممكن أقول لك كنت بعمل إيه، من أنا أنت تحكم عليا، بس أنا أيامها كنت المدير الإقليمي البنك في أمريكا في الشرق الأوسط، فكنت طبيعي أن أنا أسافر وأروح وأجي وكده. أنا أصلا مهندس لا مهندس مواد او بنسميها ميتالورجيكال انجينير يعني، في البطاقه مهندس تعدين بس هي مهندس مواد. واشتغلت سنه بس في الموضوع ده، بعد كده دخلت على المصارف لغايه 93، وبعد كده دخلت شغل حر وبس، وبعدين انا تفرغت تماما الى الخيل في اواخر التسعينات. فكان عمل حضرتك في امريكا وانجلترا؟ عمل حضرتي كان في مصر بس كنت ماسك الشرق الاوسط. وسافرت سنتين انجلترا، صح سافرت سنتين ثلاثة انجلترا ورجعت، انما يعني كمصرفي يعني. هل مجال الخيل كان مع حضرتك سهل ام في عقبات قابلت حضرتك وتحديات؟ اي مجال هتخش فيه تحديات. انا بالنسبه لي لما بتعشق حاجه فمجال الخيل بالنسبه لي ممتع اكتر من يعني تحديات، بس بدل انا ما عنديش اجنده وما عنديش يعني الموضوع مش اقتصادي ومجرد حب، فكانت تحديات موجودة طبعا، وكان في يعني ناس مختلفة مع الفكر وناس شايفة ان انا اللي بعمله ده دمار للثروة المصرية، وقصة يعني طويلة جدا. انما الحقيقة لا كان في تحديات طبعا بس كلها الحمد لله. ازاي ان الفكر كان مختلف؟ حضرتك بتقول ناس مختلفة مع الفكر، كيف كان الفكر مختلف؟ يعني هي بالظبط امثلها لك يعني، لو انت يعني هم كانوا شايفين عشان الحصان سافر برا ان خواصه اتغيرت وشكله اتغير ولي 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 ولي. ماشي، مع كل احترامي الافكار دي تم. هل فعلا ان الحصان لما بيسافر خواصه بتتغير؟ يعني بص همثلها لك، سيادتك سافر مع المدام وهاتوا طفل ظريف كده في امريكا وشوف هيبقى عينه زرقاء وشعره اصفر ولا هيشبه. لا طبعا هياخد الجينات بتاعت بس الأمور. فهي الجينات ما بتتغيرش، العوامل الطبيعيه بتتغير، انما بدال البني ادم هو اللي بيعمل السلكشن او الاختيار، فما فيش حاجه اتغيرت. اللي اتغير المربي، المربي ده غير المربي ده، المربي ده بيحاول يبرز صفات غير المربي ده، والاكل بتاعنا زي بتاعهم الى حد كبير. يعني ما فيش يعني، ما انت هتقارن فين برا؟ بلد فيها صحراء زينا ولا بلد فيها خضره زي يعني؟ الخيل بتتغير شكليا، شعر بيطول لما بيبقى فيه برد، ده دي حكمه ربنا عشان يحميه من البرد.
انما الجينات والتكوين لا، ما فيش حاجه بتتغير بالمره. انت المشكله انت موافق على الـ على على البرنامج التربيه الالف او به او ت، ده ممكن يبقى في حته في العالم بلاش جواب انت فين يعني، بس فما فيش تغيير. طبعا الجينات نفسها ما بتتغيرش ودي مثبوته علميا ويعني. فكان الاختلاف ان احنا عايزين نحمي الثروه المصريه من هجوم التتار الغربي، مع ان برضه رجعت لك 1917 لولا ان كان في الخيل دي ما كانش بقى في نظير، بس عشان اسهلها يعني للناس كلها، دول جايين من انجلترا يعني. فاه طبعا في تحديات وظريفه، بس النهارده احنا انت شايف يعني الناس معظم 99% من الناس اللي كانت مختلفه اقتنعوا. ما هي عمليه اقناع، ما هيش محدش بيفرض رايه، انت انتاجك وفكرك اللي يا اما بينجح او بيفرض رايه على الـ على الـ على الوضع يا اما لا. بس حصل تجربه الطريق المختلف، بمعنى ماذا نتج عن حضرتك؟ خدت طريق مختلف عن الاخرين. مكملين حلقتنا مع عمر بيه، فاصل اعلاني وهنرجع ليكم تاني. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الأعزاء، نجدد التحية، رجعنا لكم من أول وجديد وبنكمل حلقتنا مع ضيفنا وضيفكم النهاردة المهندس عمر صقر. عمر بيه بنجدد التحية بحضرتك. أهلا بيك يا سيد. أهلا وسهلا بحضرتك، منور برنامج حكايات عن الحصان العربي المصري. شكرا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تجربة حضرتك، إزاي إن هي أثرت في التربية في مصر، دخول خيول بشكل مختلف، مش عاوز أقول أجمل علشان ما يكونش في حد زعلان، ولكن هو الحصان طبيعته حصان جميل وكل الخيول جميلة وحلوة، ولكن حضرتك كنت بتبص لمسات جمالية محددة، حتى ان اللمسات الجمالية دي انعكست في برنامج التربية لحضرتك عامله، تمام؟ ازاي ان ده حصل تأثير وإسراء لعالم الخيول في مصر؟ خليني أشرح بس حاجة. انت لما بتربي أي حيوان أو حتى في البني أدمين، لما تقفل على نفسك الحلقة بتاعت الجينات آجلاً أو عاجلاً هيحصل تدهور في صفة معينة. إيه هي؟ بيبان بقى في الشكل الظاهري للحصان. الفرق بين اللي أنا أو اللي بيتقال إن أنا عملته وبين اللي كان ماشي، إن أنا شفت إن إحنا لو فتحنا واحتضننا جميع الخيول اللي سافرت بره أو يعني النتاج بتاعتها، هتحسن الفرصة قدام كل مربين مش أنا بس، يبقى عندهم زي خيارات أكتر منك أنت قفلت على نفسك. وده اللي حصل يعني. أنا يعني طبعا مش هقولك إن أنا كنت قائد حملة للموضوع، أنا كان فكري بالنسبة لنفسي إن أنا حاسس إن أنا مزنوق، وفي خيل عملت شغل جامد جدا في بلاد تانية، فإيه المانع وهي ينطبق عليها نفس التعريف ويحصنها كلها أجدادها ترجع لخيلنا، إن أنا أجيبها وأدخلها في البرنامج بتاعي، سواء بقى حلوة أو وحشة يعني. متهيألي هو الناس هي اللي حكمت وقررت يعني، إنما أنا أديت فرصة أحسن يعني. وبرضو أرجع أقول إن دي مش مثلا حاجة أنا ابتدعتها، لو قريت وذكرت وفهمت وطبقت علم وأمعنت فيه وخدت وقتك، هتلاقي إن أنا ما اخترعتش الذرة يعني. فاللي أنا بتهيألي الفرق الوحيد إن أنا بس فتحت عينين الناس أو ساعدت إن العينين، لأن الناس يعني ما كانت فاهمة وكانت بتشتغل بمنهج معين طريقة مختلفة بالنسبة لهم، بس ما هيش طريقة مبتدعة، عشان نبقى بس إنه واضحين يعني. ما ابتدعتش طريقة، هي موجودة بس يعني الناس ابتدت تبقى مطمنة لها واحدة 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 واحدة. كان دايما النقاش هل ده حصان مصري أو مش حصان مصري،
وده كلام يعني ملوش معنى، لا يرتقي الى مستوى ان انا اتناقش فيه، لان احنا دي حاجه بديهيه. الحصان المصري وتعريف الحصان المصري هو الحصان اللي ترجع جميع انسابه الى المحطة الزهراء والعباس باشا وعلي باشا شريف ولمزارع اخرى في مصر، يعني مزارع تربيه في مصر. فمن الناحيه دي حصل اثراء لبنك الجينات اللي في مصر، وحصل انفتاح على العالم. فما بقتش تقول ما انا ما فيش احسن مني وانا جدع، لا، يا في غيرك بيشتغل وغيرك فاهم، وما فيش حاجه تعيبك او تضرك انك انت تتعلم من غيرك. ما هو اللي يرفض العلم بيدفع ثمنه اجلا برضو او عاجلا. فمجرد ان انا فتحت الشباك لقينا والله ده حاجه حلوه ده حاجه وحشه، يعني ليك انت بقى حريه الاختيار بعد كده. تقدرش تقول اصل احنا قلدنا دول ولا لا لا لا، انت في الاخر انت اللي بتقرر، انت اللي بتحط برنامج تربيه، وانت اللي بتتعايش معاه، وانت اللي بتدفع ثمنه غالي لو ما نجحش، او بتكلل بالنجاح وبتكافئ سواء بالناس يعني تبقى كلها مجمعه انك انت عامل حاجه كويسه او غيره. فمجرد ان انا فتحت الشباك ودلوقتي الباب اتفتح على الاخر والناس يعني، وانا شايف ان ده ميزه. يعني احنا لو نتكلم من ناحيه اقتصاديه دي اعتبارات تانية، انا بكلمك من ناحيه فن تربيه الحصان. ما يصحش انك انت تقفل على نفسك وتقرر ان يعني وتقرر من تلقاء نفسك ان ده لا ده ممكن وده مش ممكن، وتجيب بقى كل الدراسات والحجج. ما هو سهل قوي انك انت تطلع القطه تتفلسف اي حاجه، يعني في الاخر العلم بيجوب والنتيجه هي اللي بتفرض نفسها على الواقع. من ناحيه فن تربيه الحصان من سنه 89 لسنه 92، 4 سنين، حضرتك خلال الفتره دي اشتريت 5 فرسات، وكنت بتبحث داخل مصر عن رؤيه او فن معين للتربيه، لان ذوق المربي مختلف من مربي لمربي. لم تجد الحاجة اللي حضرتك بتدور عليها، ما لقيتهاش في السوق المصري، فاتجهت للخارج. تمام، ايه تحديدا اللي حضرتك ما لقيتوش في مصر علشان كده حبيت؟ لا، ما دي يعني انا فاهم اللي انت عايز تقوله، بس مش هي دي بالظبط الدافع ان انا طلعت، او مش هو دي طلعتي الاولانية. ما انت لو انا جاهل ايه اللي موجود مش هكون بدور عليه. فبقولك هي الصدفة لعبت دور في دخولي وحطي على الرحلة، والصدفة لعبت دور ان انا اطلع واشوف اقول الله ايه ده، طب احنا ما عندناش كده. فانما ما قلتش مثلا، لا ما كنتش خبير، 3-4 سنين دي ولا حاجة في تربية خيل، حاجة تقريبا 30 سنة ولا حاجة، انت كل يوم بتتعلم كل يوم بتتعلم. فانا طلعت قلت لك بحكم عملي، فسألت واحد كان واقف جنبي واحنا في محطة الزرع، هو يا جدع مش في أمريكا مليانة خيل؟ يعني بتكلم حاجة عابرة كده. قال لي مليانة، واحد خواجة. قلت له طب ما نروح نتفرج، أنا رايح في الفترة. طلعنا، فلما رحت لقيت فرق في أحسن أو أوحش، حاجة ترجع لي ده لذوق الشخص، يعني كل واحد على قد ذوقه. يعني ما أقدرش أقول إن الناس هنا كانت بتعمل حاجة غلط، انا لما طلعت عجبني اللي شفته، قلت طب ما نجيب من الكلام ده ونحاول نطور البرنامج بتاعي. خلي بالك كله مركز على البرنامج بتاعي، لان انا لسه في حضانه في سنه اولى تربيه، فما يعني ما اقدرش اقول كان ناقص حاجه فروحت جبتها، لا، انا روحت شفت فعرفت ايه اللي ناقص. العكس، يعني لما حضرتك شفت عرفت ايه اللي ناقص؟ مش مهم بقى، لان دي تفاصيل ما اقدرش اخش فيها، لان ساعتها رؤيتي الحصان في 94 تختلف عن 2017، مختلفه تماما. تركيزي في حاجات معينه في 94 تختلف عن 2017. انت بتتطور وبتتعلم، واهم حاجه يبقى الفاونديشن او الاساس كله انك انت تبقى فاهم ايه الحصان. يعني انت ما تقدرش، ما هواش قص ولزق، ما تقدرش تركب حصان عشان فلان قال لك حط الورانيه هنا، اعمل دي مش، لا، انت لو الراجل بتركب، والحمد لله ان انا كان عندي خبره ولو حتى ضئيله في الركوب، بس عارف الحصان المفروض احس بيه وانا راكبه، شكله ايه، التكوين ككل شكله. يعني في حاجه في مخيلتي بحاول اترجمها من المخيله
لفكر ومن الفكر لبرنامج تربية شغلانة يعني. لأنك أنت الحصان العربي المصري مش مجرد يعني أنا لو بربي حصان سبق أعرف ده في كذا ثانية ده في كذا دقيقة يعني عندي معايير هقدر أشتغل فيها. لا ده بقى قصة تانية بقى. ده حصان لازم يبقى مش عارف راسه حلوة ديله مش عارف فين رجليه مش عارف. قصة يعني ما فيهاش معايير، فيها معايير بس ما فيهاش حاجات ملموسة أو محسوبة. يعني القفز بنط 150، السرعة بعملها مش عارف في دقيقة يعني whatever يعني الموضوع. برنامج صقر لتربية الخيل بيتم وصفه في اختصار علم معرفة نتيجة. العلم والمعرفة مجهود رب مجهود طبعا، النتيجة نتيجة مجهود، علم ومعرفة نتيجة مجهود. العلم والمعرفة دول هل من بداية 89 بدأت حضرتك تقرأ وتطلع في سنة 92 كان عندك الخبرة والمجهود والعين الحلوة، ولا بعد 92 تسلحت بعلم أكتر ومعرفة أكتر؟ ما أنا لسه قايلك إن أنا كنت في سنة أولى لغاية 94 أو 92 أو تقرأ. لا طبعا، ولا هقولك إن أنا عندي البتاع لا يعني هقول لك ايه يعني، يعني لما بتشوف لوحة جميلة انت عارف اللوحة الجميلة، توصل للوحة الجميلة دي لا انت لسه تلميذ يعني. لا طبعا ما كانش عندي العلم، واللي يقولك انا بعد سنة اتنين حريف خيل يبقى ربنا يبارك له، بس ما هياش بالسهولة دي، ما هياش طلاسم يعني. في ناس بتحاول تخليها انها بيسموها ايه، انها يعني لغز، عارف ازاي كل واحد بيحافظ على اللغز وانا عندي حل اللغز. محدش عنده حل اللغز، هو مش لغز، هو تذوق، هو يعني وفقد الشيء لا يعطيه. عشان اسهلها لك يعني، كلنا ادونا علبة الوان حلو وقالوا لنا ارسموا وقالوا لنا انطلقوا، ما كلنا عندنا بنك الجينات ده ماشي. هبتدي في واحد مننا يروح داخل رسم على طول ده وتطلع اي لخبطه، غير لو دي موهبه من عند ربنا واخد بالك فبيرسم. وفي واحد يقعد يذاكر ويروح للاستاذ بتاعه بتاع الرسم وياخد حصه وكذا، هو ده اللي هو ده بيترتب عليه لغايه ما توصل في لوحه الجميله. انما ما فيش فنان زي التاني، ما اقدرش ابص في ورقتك وارسم، ممكن ابص ورقتك واحل معادله وغش، تقدرش ترسم غير لو شفيت، ده موضوع تاني بقى وده مش موجود في تربية الخيل. من كلام حضرتك الفن والرسم، لو بصينا على معبد هابو بنجد ان الحصان مرسوم من زمان، راسه جميلة، قواه جسمانية، فالفن اللي بيتكلموا عنه في التربية موجود عندنا من زمان في مصر وموجود من ايام الفراعنة، في حين حضرتك بتقول ان تعريف الحصان بيقول ان الخيول التي ترجع الى عباس باشا خيول المحطة الزهراء خيول ليدي انت بلان، في حين ليه التعريف مش ما بقولش خيول ليدي انت بلان عشان ما بس عشان ما فيش جمله خيول علي باشا الشريف اللي خلينا خيول ترجع لمصر وعلي باشا عباس. المهم ايه السؤال ايه بقى، ليه التعريف ما قالش خيول المصريه مع مصر؟ ما هي اسمها الخيول المصريه من خيول الفراعنه، ما الفراعنه هم اول ما بدأوا لانك انت الحصان بالشكل ده. هقول لك هشرح لك. في اوائل القرن 19 او اول 20 بلاش يعني كل الناس اللي سافروا، ما انت ما تقدرش تبني تعريف على حصان من 4000 سنه لان كل اللي عندك صوره، انما ممكن تربط تقول الله طب ما ده نفس الحصان اللي بنربيه كان من 4000 سنه شكله زي ده. عايز اشرح لك التعريف جه ليه وازاي، ودي مهمه للناس تبقى فاهماها، لان الناس بتنجرف في موضوع اصل ده سلاله اصيله وسلاله مش عارف ايه كلام جميل كله بس ملوش دعوه خالص بالتعريف ماشي. وهشرح لك ليه. لما جت ليدي ان بلانت يعني خدها هي كواحده ركبت الخيل ومشيت ولفت شبه الجزيره وجت مصر، توقفت عند ايه في مصر؟ ما راحتش زارت معبد هابو ولا زارت او اكيد زارته بس مش هو ده اللي استوقفها، اللي استوقفها جمال الحصان المصري. دخلت هنا وجالها لوسه، يعني مش لوسه يعني انت فاهم قصدي، يعني استوقفها اتبهرت انبهار وقررت تكرس حياتها طبعا بحكم شغل جوزها في مصر يعني. قررت تكرس حياتها انها تربي خيل مصري.
أيامها ما كانش متعارف عليه إنه اسمه مصري، كان عربي، خيل عربي، وابتدت تتقصى وتشوف وده جاي منين وكل الكلام الجميل ده. اعمل بقى القدام كده، امشي القدام كام سنة، جت مجموعة تانية من أمريكا، ودي حقائق يعني، احنا ممكن نحط راسنا في الرمل ونقعد نقول لا لا لا، هي دي الحقيقة، ما فيهاش يعني. احنا جالنا زوار في سنة 59 وكم سنة كده، وبرضو نفس القصة، سافروا جميع البلاد وشافوا وراحوا سوريا وراحوا السعودية وراحوا خيل جميلة، إنما اللي استوقفهم جمال الحصان المصري. فاستوقفهم فين؟ أول زيارة ليهم كانت في محطة الزهراء، لما دخلوا انبهروا، الأجانب انبهروا بجمال الخيل. عمر بيه، هنطلع فاصل وهنرجع نكمل حلقتنا مع سيادتك. مشاهدينا الأعزاء، كونوا معنا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الأعزاء، نجدد التحية ورجعنا لكم تاني ومكملين حوارنا مع المهندس عمر فقر. عمر بيه، بنجدد التحية بحضرتك. أهلا بك تاني. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الخيول وتعريف الخيول والإبداع اللي كان موجود في مصر. والتعريف ده جه منين؟ أيوة، احنا وصلنا ان الحصان العربي المصري التعريف النهاردة مبني على الشكل الظاهري بتاع الحصان، ماشي، يعني مش على أصول الحصان، إنما وهشرح الفكرة دي إزاي. لما قلنا ليديان بلان جات وولعت بالموضوع وقعدت وانبهرت وكرست حياتها لتربية الحصان، جه بعديها المجموعة اللي هي المعروفة اللي جت في أواخر الخمسينات وفي أوائل الستينات، ونفس الشعور، نفس الانبهار بشكل الحصان. خلي بالك، أيامها الحصان كان يا سبق يا جمال، يعني ما يعني هم دخلوا محطة الزهراء وفي كتاباتهم كلهم إن احنا دخلنا يعني حتى حاجة تخض من الجمال، فقرروا يستوردوا الخيل دي عندهم في بلدهم. وفي الفترة دي هو اللي حصل الخروج الكبير بتاع كم كبير من الخيل. ممكن نشتكي، ممكن نقول دي كانت غلطة، ممكن نقول إن والله ده الناس فرطت في ثروة، ممكن كلام كتير، إنما الحقيقة إن لما تبص كده لشريط تاريخ الحصان ده الأحداث، تلاقي إنها صبت كل الكلام ده، صب في مصلحة مصر. إزاي؟ سافروا وخدوا الكم الكبير ده من الخيل، وأيامها كانتش كتير، كان 3-4 خيل كل واحد طالع بيهم، كان بيروحوا بمراكب، ما كانش في طيارات، كانت رحلة عسيرة يعني. وراحوا أمريكا، يعني كان في خيل راحت ألمانيا قبلها، بس ما كانش لسه في التعريف بتاع الحصان المصري اللي هو خلاك سلالة جوه سلالة، يعني بنسميها بريد وذن بريد، يعني بمعنى انك انت حصان عربي ما فيهوش كلام، وهقولك ليه ما فيهوش كلام برضو، انما قالوا احنا عايزين يعني نعيد التجربة دي مرة واثنين وثلاثة، ازاي نطلع الخيل دي. فتفتق زينهم في وقت، قالك طب يبقى نشوف الجماعة اللي في مصر دول ايه الخيل اللي هي الاساس بتاعت الخيل الهنشنية دي اللي استعملوها، ويكون هو ده الاساس بتاع التعريف معايا. يعني مثلا انا معجب بسعيد ومعجب بمحمد، هشوف ابوه امه مين وابوه امه مين عشان اقعد اتكاثر من هذا النسب يعني. حلو. فمن هنا جه ليه ما راحوش الفراعنة، هم جم للوقت وقت الحاضر ولازم يعملوا تعريف يقدر الناس تلمسه، يعني حاجة علمية يعني أو بطريقة علمية. فابتدوا بقى يفحصوا في الملفات بالتعاون مع محطة الزهراء، ووصلوا لمجموعة اللي هي الفاونديشن أو الأساس بتاع الخيل العربي المصري، وانطلق تعريف الحصان العربي المصري في 71 أو 69 هكذا، يعني الحقيقة غايبة 71 أو 69، يعني بنتكلم على حاجة قريبة جدا. وازاي 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 هم يعرفوا خيلنا وهم هيعلمونا احنا خيلنا ايه وبتاع. يا سيدي، الناس
منبهرين باللي عندك فسموه حصان مصري. ايه اللي يديرك؟ اه بس هو ما حطش حصان فلاني وحصان فلاني. ماشي، دي بقى مناقشه كانت لازم تحصل في الستينات، اللي هم الناس اللي بتدافع عن الخيل دي او غيرها او غيرها او غيرها. انما الحقيقه هو حطك في مكانه عالميه من نوع مختلف، فحصل زي ما بتقول يعني، حصل يعني زي ما بتعمل الناس في العالم كله، ايه حصان مصري حصان مصري حصان مصري، ابتدت تتداول الموضوع وابتدى يحصل هجوم على محطة الزهراء وعلى الكام مزرعة اللي كانوا موجودين في وقتها. ومن هنا طلع ال 400 حصان او ال 500 حصان اللي طلعوا مصر. مبسوط؟ اه طبعا مبسوط ان في حد عمل كده وكرم خيلنا وحطها في اطار جميل. هل هم بيتنططوا علينا؟ طبعا لا. يعني هل هم طب عملوه عشان فلوس؟ ماشي، ما هو ما حدش بيشحط لك شغله يعني، فكل الناس كل واحد عايز يعمل فلوس يعني، مش يعني انا مش فاهم. انما في الاخر مين المستفيد؟ كويس، زي بالظبط لما كان بيتسمى القطن المصري يعني طويل التيله. فانت عندك حصان بقى حاجتين، عندك القطن المصري والحصان المصري، ايه اللي يديرك؟ كويس، فدي الفكره في التعريف. التعريف الشكل هو اللي خلاهم يعملوا التعريف علشان يقدروا يعملوه زي بيسموه ايه يعني، حاجه مميزه، حاجه مميزه في عالم الخيل العربي كله. انما هو الحصان اصله من مصر، على الاقل الـ الـ الحيطان بتقول لنا الكلام ده يعني. لو حد عنده حاجه قبل 4000 او 7000 سنه يفرجها لنا. انا مش بقول لك حاجه مرسوم حصان، لا، انا بقول لك مرسوم حصان بنفس الصفات اللي عندنا النهارده اللي احنا بنصبوا ليها وبنقول يا ريت يبقى عندي حصان بودانه صغيره كده ورقبته كده. بس ده مش مهم في سياق الحديث يعني. التعريف ده ما بيتطرقش كان اصله فين. التعريف ده بيفتخر ببرامج التربيه اللي كانت موجوده في مصر ايامها. ملوش دعوه بقى الحصان ده يرجع، لانك في حته في كل شهاده نسب موجوده بترجع في الاخر تقول لك ده اصله من الصحراء. مش مفهوم يعني، ديزر بريد اللي هي ديزر بريد، يبقى انت مش عارف. فممكن الصحراء دي ما هو طلعوا منين، ما هو طلعوا يعني منين، ما اكيد طلعوا من مصر يعني. قصه طويله ويعني مش هو ده موضوعنا. ليه ما سموهوش؟ ما راحوا كل البلاد التانية. البلد الوحيده اللي تربيه الخيول فيها متواصله من 4000 سنه هي مصر. فن التربيه وجمال احنا ما بنفتخرش ان احنا مصر، احنا بنفتخر بالناس بالحرفه بشطاره وتقدير الجمال وامكانيه انك تبلور اللي في دماغك في حيوان حي يعني. اصلك انت المعابد ممكن تقع صح، انما ده تراث حي. عمر بيه، حضرتك خدت طيار مختلف. الطيار المختلف احيانا الواحد بيسمع منه، لو احنا شفنا الحصان المرسوب في هابو او بيجر العجلات الحربيه في اكتر من معبد، حصل له الفناس او الدش فيس زي ما بيقول. في حين ان الطيار المختلف بنسمع منه انه بيقول لك لازم راس الحصان تبقى فلاته علشان وهو بيجري يقدر يتنفس وياخد كميه هواء اكتر. طب ما لو كان كده ما كانوا الفراعنه كل خيلهم شفناها مرسومه فلاته. القاعده دي حضرتك تعلق عليها تقول فلاته؟ انت قصدك يعني ما فيهاش التكوين. ما علقش عليها، مش هكذب عليك، لان ما فيش حاجه علميه بتقول الكلام ده. ثانيا، وبعدين ايه اللي مطلوب يعني؟ يعني انت ما تقدرش تغير صفات الحصان اللي هي يعني اثرت قلوب كل الملايين دول وتقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط والفراعنه دول مش فاهمين حاجه. ايه الحكمه؟ ونفس الناس دي، انا ما اعرفش اتكلم على مين اصلا، واشك ان في ناس عندها الفكر ده، انما يمكن يعني حقيقه يعني احنا بنتكلم علم ولا بنتكلم امزجه؟ لا بنتكلم علم طبعا. انا ما قريتش حاجه بتقول الكلام ده واشك فيها شك كبير، ولو قريتها برضو
موضوع ما يهمنيش. ما هي مش مكتوبة في الكتب. هي لا لا, لا أكيد أكيد مكتوبة. الناس مش لا إحنا بنتكلم على فن التربية, بنتكلمش على 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 وبنتكلم على الحصان العربي المصري, وبنتكلم على مزايا وخصائص العربي المصري. ممكن نختلف, كل شيخ وله طريقة, ما فيهاش مشكلة. اللي مقتنع باللي هو بيقوله يكمل في مشواره, يعني ده مش مفروض على حد. إنما في الآخر الحصان العربي المصري معروف إيه تعريفه, وإحنا عملنا سجل الأنساب الجديد اللي هو جميع أسس الحصان العربي المصري في العالم اتحطت واتطبعت من سنة ونص. ماذا أخذ المهندس عمر صقر من الحصان؟ الحصان أثرى حياتي, يعني في حاجة, يعني أنا حياتي كلها سواء الشخصية أو الاجتماعية أو الثقافية أو بتدور في محيط الحصان, سواء رضيت أو لم ترضى. هل هو حاجة أنا مبسوط فيها؟ مش متخيل نفسي النهاردة من غير التجربة دي, أو مش متخيل نفسي من غيرها لغاية ما ربنا بقى يدينا عمر يعني. إنما في حاجة غريبة كده, خصوصا لما تكون بتحب الحيوان. يعني أنا بالنسبة لي أحلى حاجة أعملها في اليوم إن أنا أنزل الساعة 5 الصبح أنظف بوكس مثلا, أو أطمر حصان, أو أشيل حوافر, أو أخده أمشي. الحصان حيوان جميل وما تقدرش تبرز جماله غير لو عرفت تتفاعل معاه. حياتي كلها يعني أنا أولادي يعني العيلة كلها بتشتكي مني عشان حصان. يعني طب خليني ما أشوف الأول, مش خوف ولا بتاع, هي ما تقدرش تمشي كده وتنسى. يعني ما هوش مصنع أقدر أقفل وراي وأمشي, لا أنا عندي 70 عيل ماشي, 70 عيل في مراحل مختلفة من السنين. يعني الواحد بيربي له عيل اتنين ويقولك بقى ما خلصنا وعملنا اللي علينا وودناهم الجامعة, لا دول قاعدين معاك بقى, قاعدين معاك وقاعدين على قلبك زي العسل. ما بقولش قاعدين معاك انه يعني فإثراء غير 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 طبيعي للحياة. يعني أنا بستغرب, أولا هقولك حاجة, مفيش حد في العالم ما بيحبش الحصان, أتحدى. يعني يبص على الحصان يقولك الحصان العادي, مفيش بقى حد خالص ما بيحبش حصان عربي وجماله. وانت شفت اللي في الحفلات وكده الناس ملهاش دعوة. فتخيل بقى انك انت عايش في الجمال ده نهارك ليلك, ويعني لا يعني انا لما اكون متضايق هنزل اتمشى في الاسطبلات ارجع ناسي انا وانا كنت متضايق ليه, ده التأثيره عليا. لما اصحى كل يوم والاقي مهر مولود او مهره مولوده وتلاقي والواحد يعمل ابتسامه لنفسه, انا حاسس ان انا مبتسم, انا ما اعرفش ابتسم بس ببقى مبتسم يعني عن رضا ومبسوط, او في مشكله فتبقى مكتئب, عارف ازاي؟ فانت بتتفاعل في الحياه بطريقه مرعبه يعني. فيعني تاثير هو حياتي, مش اثر في حياتي او خدت منه ايه, هو اللي بيقرر انا يومي هيبقى ازاي. ولاد حضرتك خدوا نفس طريقك في تربيه الخيل؟ ولاد حضرتي بيموتوا في الخيل وجمال الخيل وبيحبوا كل حاجة, إنما أنا ما فرضتش على حد إنه هو يبقى معايا في الاستابل أو بلاش استابل أو في الخيل. يعني هما كل واحد انطلق بيدور على مستقبله, وأنا بشجع كده يعني ما عنديش أي إشكال. ويمكن أنا وأنا ببني اللي أنا عملته ده, لو نقول انه بنيت حاجه يعني, يعني ما ركزتش قوي ان انا تعالى معايا خالد او تعالى طارق, يعني انا مركز قوي يعني, كنت في حاله الهام بيقولوا, فما ركزتش, فيمكن غلطتي. انما انا حاسس اخيرا بعد 37 31 ان هم في حاجه حصلت, فبيتكلموا معايا في اسئله كتير سايبهم. طبعا انا يعني مين ما يتمناش ان ابنه او بنته يكملوا مشوار, بس ما تقدرش تفرض يعني في اي حاجه, خصوصا بقى في حاجه زي دي. يعني لو عندي مصنع قطن بتاع, عمليه سهله دي, لازم يبقى عندك العين والفكر, وهم عندهم دي. يعني ده اللي غريب يعني, يعني ممكن نقعد مع بعض ويبقى لك ده حلو ده وحش, يعني عارفين الصنعه بقى دي بعد كده بقى لو قرروا يشرفونا اهلا بيهم ورايح انا بقى. ربنا يديك الصحه يا رب. اشكرك.
عمر صقر أو برنامج صقر برنامج مميز كتير جدا، عاوزين يكون عندهم برنامج نفس البرنامج من حيث الجودة والجمال والفكرة والعلم والمعرفة. إزاي المربين الشباب والمربين المبتدئين يتجهوا نفس اتجاه برنامج صقر للتربية؟ بص، ما فيش حد يقدر يقلد برنامج. يعني أنت ممكن تحاول يعني تمشي بنفس الفكر، أو ممكن تقلد فكر أو تبقى منهج، إنما يعني زي ما بقولك الحصان النتيجة أو الحصان اللي قدامك ده نتيجة فكرك أنت أو رؤيتك إيه الحصان المثالي. إنما إن أنا أخش أقول مثلا أنا عايز أبقى زي سعيد، أنا عايز حسنة زي بتاعة سعيد، ممكن تعمل كده وتجرب وتشوف هتنجح ولا مش هتنجح. عادة بتبقى في يعني خيبة أمل يعني. إنما أنت لازم أنت تنطلق وتعرف إن مفيش حدود لخيالك، مفيش في التربية، مفيش حدود لخيالك. إنما لازم تقرأ وتتعلم وانسى إنك أنت فاهم حاجة. كلنا مش فاهمين حاجة، كل يوم حاجة، يعني كل يوم العلم بيدينا شباك جديد على الحقيقة، وعمرك ما هتعرف الحقيقة. إنما يعني الحقيقة اللي هو قصدي سر شويبس يعني. ما خلت حضرتك تعدل من برنامج تربيتك؟ ما عدلتش، عمري ما عدلت. ما أنا آسف ما فهمتش السؤال. لا، ما غيرت حياتي إزاي؟ يعني ما دي كانت أول مهرة اتولدت لمادوري، يعني ومن الإدارة اللي أول فرصة جبتها من برا. لما دخلت الاستابل يوم ما اتولدت ما فهمتش، يعني حاجة أولا مش محتاج أفهم إيه هي المعايير عشان أقدر الجمال، فدي كانت مها. يعني حتى لو أنت بتفهمش حاجة هتخش تقول واو، يعني حاجة رهيبة. فخلتني أخش في يعني ما هي انطلاقتي في السكة اللي أنا فيها لو عايز تقول يعني. وكل اللي أنا كنت بحاول أعمله بقى السنين الـ20 اللي هي بعد ما هي اتولدت أو دلوقتي بقى 21، إن أنا أحاول أطلع الشكل ده. كان فيها مقاييس جمال بالنسبة لي أنا برضو، ما لي جواب بحد، كانت ملهمة. غيرت حياتي وعائلتها لغايه النهارده بتغير حياتي. وهي مها يعني لسه ميتة في نوفمبر او اواخر ماتت يوم عيد ميلادها، فكانت حاجه يعني فريده من نوعها يعني. بس بالنسبه لي برضو يعني ممكن حد تاني يختلف معايا براحته، انما انا بكلمك الحاجه الملهمه ليا كانت مها كانت ملهمه. الله، انا ممكن اعمل كده؟ عارف طيب. غزالة ما ادتكش نفسي لا غزالة، ما هم دي عيلة مها، ما احنا بنتكلم على مها، ما احنا لما بنتكلم على عيلة كلها، وكريمة اللي عند أحمد تلاوي ولي 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 كلهم العيلة مميزة. وربنا وفق يعني. هل العيلة هي اللي مميزة ولا المربي هو اللي كان عنده فن وتميز زي ينتج الجينات من العيلة دي؟ لا، ما فيش عيلة هتنتج لوحدها، خليني واضح يعني انت لانك انت بتتدخل، انت مش سايبهم للطبيعه وهم يتزوجوا بمزاجهم يعني. انت بتتدخل بينهم وبتنقلها الطرقه ده وبتحط ده على ده وبتعمل زي ما قلت لك، انت معاك علبه الوان وبترسم الرسمه بتاعتك. فانك انت يمكن ال 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 يعني لما يكون عندك فرصه جميله، فرصك في انتاج حاجه كويسه بتنجح. زي ما يكون عندك راجل وست شكلهم حلو وفرصهم أكبر من 2 خناشير، يعني مش ده اللي بيحصل. فهي هي بس في الآخر أنت اللي بتنقي. العيلة مش كافية أبدا يعني، العيلة مش كافية. العيلة لو أنت تعرف تستعملها تنتج، إنما ممكن أديك عيلة ما توصلش نفس النتيجة. خدش رسام وما عرفش أشتغل بعلبة الألوان بس ما وصلش بس يعني ممكن يعني بس ما فيش معادلة، وإلا كانت بقت سهلة يعني. لو اديني واحد زائد واحد سالتين، بس اسمه فن التربية، ما كانش حد غلب في أي حاجة. عمر بيه، بنشكر سيادتك على وقتك. أعزائي المشاهدين، وقتنا خلص وحلقتنا لسه ما خلصتش. نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد ومكملين مع المهندس عمر صقر. حلقتنا هتكون عن الإيجيبشن إيفنت. السلام عليكم.
هذا البرنامج برعاية